وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنيه التي تعزز من العمل المناخي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج ناجحه للبناء عليها اقليميا ودوليا وذلك بالتوافق مع اهداف مصر تجاه قضيه تغير المناخ جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيره التعاون الدولي اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع استعرض جهود حشد التمويلات الائتمانيه الميسره والمرتبطه بقضيه تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنميه الدوليين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول استعراض جهود وزاره التعاون الدولي في حشد التمويلات الانمائيه الميسره المرتبطه بقضيه تغير المناخ وقد عرضت الدكتوره رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنميه الدوليين في إطار المنصه الوطنيه الاستثماريه للمشروعات الخضراء والعمل المناخي والتي تعرف باسم نوافي وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا اقليميا للربط ما بين القضايا الدوليه للمناخ وقضايا التنميه. مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ. وذلك في اطار ما تقوم به وزاره التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفاده من التمويلات الانمائيه استعدادا للقمه العالميه للمناخ في نوفمبر القادم بمدينه شرم الشيخ، كما استعرضت السيده الوزيره التحضيرات النهائيه الخاصه بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي. والمقرر عقده بالعاصمه الاداريه الجديده خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسيه واهمها حشد الموارد وتيسير الوصول الى التمويل بالاضافه الى تمويل اجنده المناخ للتخفيف والتكيف فضلا عن الجهود والتدابير الوطنيه المتخذه في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الاول الى الانتقال من مرحله التعهدات الى مرحله التنفيذ، وتحويل الالتزامات الماليه الى فرص حقيقيه، كما سيشمل المنتدى عقد مائده مستديره حول برنامج نوافي، وذلك بهدف الترويج للمشروعات القابله للاستثمار في مصر، تمهيدا لطرحها في القمه العالميه للمناخ بشرم الشيخ. وذلك بمشاركه وزراء الماليه والاقتصاد والبيئه الافارقه فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدوليه وشركاء التنميه والمؤسسات الماليه الدوليه وممثلي المجتمع المدني ومراكز الابحاث والفكر كما عرضت السيدة الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنيه التي تعزز من العمل المناخي وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنيه ناجحه للبناء عليها اقليميا ودوليا بالتوافق مع اهداف مصر تجاه قضيه تغير المناخ والمتمثله بشكل اساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعليه على ارض الواقع وذلك في اطار منهج التحول الاخضر وفقا لاستراتيجيات مصر الوطنيه ذات الصله